أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى آلك المنتجبين. فاز من اعتصم بحبلكم، أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. امرر على قبر الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما لا زلت من وطفاء ساكبة روية. وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية وابكي المطهر للمطهر والمطهرة النقية كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المنية. الله المصطفى، ماذا لقيت من الرزية تبقى ولا الأعلام آخذة لثارك من أمية، وتموت لا عين مضمخة ولا كبد روية. يكسر راف جفني سيل الدموع، هو تعتني الروح لو قلت لها هيدي، واخنق عبرتي لا تظهر بجاي، وحط يد على قلبي ويدفع يدي، واروح الكربلاء من غير لا أروح، والجم كل جرح دامي بقصيدي بصوت الفاجد العريس، وتقول يا يما عليك عيب البس جديدي.
هذا البيت بمن يذكركم؟ بأمهات الشهداء، أمهات سبايكر، أمهات الحشد. بصوت الفاجدة العريس وتقول يا يما عليك عيب البس جديدي. وصيوت اليمها بنها بسهم مفطوم وتقل انقطع بوريدك وريدي. وصوت اليمها بنها بسهم مفطوم وتقل انقطع بوريدك وريدي. واسمع صوت عبريه هدي الجبال يم النار يصرخ يا عضيدي. اسمع صوت عبريه هدي الجبال يم النهر يصرخ يا عضيدي. وصوت من الحرم يتناوب وياه يا خويا بقطع ديك انجتفت ايدي. يا خويا بقطع ديك انجتفت ايدي. صدت للنهر زينب يا عباس ارحم بحالي. صديت للنهر زينب يا عباس ارحم بحالي. ركبت الحرم وكلها وانا بقيت يا الوالي. خويا ركبت الحرم كلها وانا بقيت يا الوالي. حرمه وقطع بي البين عافيه وحيلي وبقالي. حرمه وقطع بي البين عافيه وحيلي وبقالي. ياهو اللي رجبني الناقر جابها عالي. وناخت وناخة ويت بخوها حشم الزينب. بخوها حشم الزينب وناخت ينوق اليسر جابوها. وناخت شلون ميسر امشي. وانا اخي ايت عباس اش تقول الناس بي. اي عباس اش تقول الناس بي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لحظات استجابة الدعاء ومجلس الحسين كقبة الحسين. وما عندي شك أن أهل البيت ينظرون إلى مجلسنا وحاجاتكم إن شاء الله مقضية. بصرة الحسين بكثرة مجالسها، بكثرة دموعها، بما قدمته هذا العام، جزاه الله خير القائمين على كل مجالس أبي عبد الله. لكن هذا المجلس الأخير الذي بقي في محافظة البصرة، نسأل الله أن يعجل لوليه الفرج والعافية والنصر، وأن لا يجعل هذا آخر عام وعهد وإياكم مع أبي عبد الله الحسين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. Oh.
الله سبحانه وتعالى مثل ما ذكرت في الليلتين الماضيتين أراد أن تسود لغة الحب والإنسانية بين بني البشر، والحب هو من شعارات دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى هذا مسكويه أستاذ ابن خلدون صاحب كتاب تجارب الأمم، هم أسلفت بالذكر سابقا، يقول سمي الإنسان إنسانا كي يأنس بأخيه الذي من جنسه، أأنس بك وتأنس بي انطلاقا من وازع الحب، أحبك فتحبني، أأنس بك فتأنس بي. وهي أهم شعارات الإسلام، مو شعار بلا شعور، لا شعار وشعور، مو أكو شعار بلا شعور لقلقت سوالف بس الصفط حكي، لا في الإسلام في ديننا شعار وشعور. آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كل صفات أهل الجنة تجمهرت فيهم بما فيها هذه الصفة، صفة الحب وصفة القلوب الخالية من الحقد أو من الضغينة. صفات أهل الجنة واحدة من صفاتهم شنو قال؟ قال ونزعنا ما في صدورهم من غل. غل بالدنيا يعني صفات أهل الدنيا أكو بها غل، يقول نعم أكو ناس تحقد، أكو ناس تحسد، أكو ناس تشيل غيظ بداخلها على شيء أو على لا شيء. مجرد أخوي أشوفه شوي صار بإيدي خير خلص أنا أكون ليش ما أصير مثل أدعو له الله ينطيك يمكن أحسن من عنده، لا أنا أحقد أنا أحسد، هم مو غبطة، حسد، حسد إلى حقد وخسة معدن، هالشكل يصير عند بعض البشر، عند بعض النفوس يصير عندها هاللون هالنمط. عند أهل البيت صفات أهل الجنة موجودة أصلا، مو بس المعصومين إخواني من عندهم، حتى ذراريهم حتى نسلهم أصلا على أعدائهم ما يحملون حقد ما يحملون غل. برح قلت لكم راح أذكر لكم شيء من واقعة من معركة الحرة، معركة الحرة وعدتكم الليلة شوي أنطيك من عدها فرد شيء اللي نهض بيها عبد الله ابن حنظلة ابن عامر. بس حنظلة ابن عامر منه بالتاريخ يسموه غسيل الملائكة، ليش سموه غسيل الملائكة؟ يقول لما صارت معركة أحد، ومعركة أحد مثل كربلاء هواي بها صور إخواني وعظات وعبر لي ولك، واحد شافوه ما يقاتل كان سابقا ببدر ما قاتل، إجاب أحد قال يا رسول الله انطيني درع وانطيني سيف الدروع عن الدعارك، قالهم اطوا درع وطوا سيف وطوا جواد إذا عندكم هم انطوا. راح قاتل المشركون قتال الأبطال حتى أثخن بالجراح وسقط على وجه الأرض مضمخا بجراحه يفحص الأرض برجله. اجت الناس عليه شافوه منتهي آخر رمق من الحياة، واحد منهم يقول رحت الرسول الله قلت يا رسول الله هذا سعد هنيئا إلى الجنة، شفت شون قاتل، شفت شون استبسل عن الإسلام، شفت شون ما أعرف إيش، وهسه جاي يموت. النبي قال اترك سعد فإنه من أهل النار، هاي واحدة من الصور، اترك سعد فإنه من أهل النار. حتى القتلى لما تولى النبي بعد المعركة، معركة أحد معروف عنها، النبي تولى القتلى دفن الشهداء بيديه الكريمتين، سعد لا صلى عليه ولا دفنه ولا دنا يمه. قال ليش يا رسول الله هذا من أهل النار؟ قال له روح اسأل، روح شوف أنت ليش من أهل النار، بعد عنده شوية نفس يتحرك. يقول هذا إجيت وجدته يحتضر، جلست عند رأسه قلت له سعد هنيئا لك الجنة عليك بالعافية، أنت شهيد مضمخ بدمك، راح تلاقي ربك مظلوم، قاتلت دون الإسلام وذدت دون أعراض المسلمين وعاشت إيدك، زين سويت؟ يقول باوع علي، قال لي وأي جنة هذه؟ إن جنتكم عندي لا تساوي حبة حرمل، دروح يا جنة يا دنيا. عجيب، قلت له أنت ليش تعاد تقول هالشكل؟ علي من قاتلت؟ علي من؟ قال بني قاتلنا عن سحيفاتنا ونخيلاتنا وتميراتنا وأرضنا كي لا يغتصبها قريش، عن على مدى قاتلنا؟ تمجنون يا جنة. بينما شوف اعرف الأشياء بأضدادها، بالضد بنفس المعركة اجى حنظلة ابن عامر قاتل قتال الأبطال حتى استشهد. لما انخلصت المعركة النبي صلى الله عليه وآله صار يتولى دفن القتلى بيديه الكريمتين، شي من عندهم غسل شي يممهم، مع وجود الماء مع كثرة قلة الماء وكثرته، اكو مصادر تقول اكو مي، مصادر تقول ماكو مي، مختلف هنا في قتلى احد، مختلف في امرهم، بعض من المفسرين او من المؤرخين يقولون اكو مي وغسل الشهداء النبي، بعض يقول لا ماكو مي يمم الشهداء رسول الله، هسه غسل او يمم، قال هذا حنظلة ابن عامر لا تغسلوه،
هسه بعض المؤرخين يقولون النبي قال لا تغسلوا يعني اكو مي، بعض منهم يقول لا يقدح يقول ما اكو مي في احد ذاك اليوم. هسه اكو تفاصيل مختلفين عليها اهل التاريخ، انا ما لنا شغل بها. قال هذا لا تغسلوا، قالوا لي ليش يا رسول الله؟ قال ان هذا الرجل ان حنظلة غسلته الملائكه. شلون غسلت الملائكه؟ تعجبوا المسلمين، قالوا له كيف يا رسول الله؟ قال لهم، يريد يوصل الرساله الي والك، فضل المجاهد فضل الشهيد عند الله، فضل هذول الابطال اللي لولا دماءهم احنا ما قعدنا مجالس ولا قدرنا نتنفس ولا قدرنا نعيش ولا نحافظ على اعراضنا. رضوان الله على شهداء العراق، رضوان الله على شهداء الجيش والشرطه، رضوان الله على شهداء الحشد المقدس، هذول الشباب الذين ماتوا كي نحيا، رضوان الله عليهم. لا تنسوهم من دعائكم في صلواتكم. اخواني امانه، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ نحسن لهذول الناس، نذكرهم في الدعاء بالفاتحه بالصلاه بالثواب، هذول اكرم منا جميعا بحق، فعلا اكرم من عندنا. المهم، فهذا حنظله ابن عامر قالهم الملائكه غسلته، راحوا لزوجته باختصار سالوها، قالوا لها زوجك ما قبل رسول الله نغسله، يقول غسلته الملائكه، عندك خبر من عنده؟ قالت له، قالت لهم احنا تدرون عرسان جدد تونا متزوجين، وكان زوجي قد واقعني الفراش. واحد من المؤرخين يقول لي 3 خلونا قد تزوجنا، يعني صارنا 3 متزوجين، وبعض منهم يقول فتره قصيره، كسر بجمع الرجل كان عريس رضوان الله عليه. وكان قد واقعني الفراش، فلما سمع واعية الجهاد غيرت ما تحملت أن ينتظر، أحبتي الكرام، قام يقاتل وهو على جنب. لما قاتل واستشهد، الله سبحانه وتعالى أكرم ذلك الشهيد، سوى له هيئ له الملائكة تغسله. ابن هذني الليالي القليلة من ذني، خلينا نقول 3 على حد تعبير بعض المؤرخين، ابن من اللي طلع تمخض الجبل فأنجب جبلا، أنجب عبد الله ابن حنظلة ابن عامر ابن غسيل الملائكة. هذا الوحيد الأبو الله سبحانه وتعالى أكرم ب11 ولد ذرية، 11. هذا راح فرد يوم من الأيام عيد من الأعياد قابل يزيد، شاف يزيد حاط له قرد اسمه أبو قيس ويلعب ويا أبو قيس، شاف شكو وين واحد قولتنا بالعراق زايعت القاع ماكو، وين ما واحد نيمونة قاعد يم يزيد، هذا قاعد على منبر رسول الله، هذا رجل ابن شارع، هذا رجل بلطجي، هذا مو مال خليفة مسلمين. بعد سلم عليه استشف من عند رائحة الخمرة، عجيب، وقاعد على منبر يقول هذا منبر رسول الله، هذا يحكم المسلمين. رجع إلى المدينة، وخطابات السيدة زينب الإعلامية انطت طاقة من الهمم، انطت شحنة للأمة أن تنهض. وليش قلت لك انا سابقا اللي يتذكر مجلسنا من الناصريه بالعشره الاولى نفس المحطات كنا نسولف، شنو قلنا؟ قلنا ان كربلاء تحولت الى رحم ولود، اخذت الثورات تترى من بعد كربلاء، رحم ولود انجبت الطاقات انجبت الثورات، واحده من عندهن هاي معركه الحره. اجى وقف صاح يا اهل المدينه لا تبيتون على ذل، والله لو لم يبقى معي يحمل السيف إلا أولادي لنهضت بوجه يزيد. قالوا له ليش انتهى الإلحاح تريد تطلع بوجه يزيد؟ قال والله هاي من صفات يزيد، اللي يجيني ابن العرب يقول اجتهد فأخطأ، ويزيد خوش آدمي وتنهل به وعالم ومرجع، إن أخطأ فله حسنة وإن أصاب فله 10، لا قرت أعين الجبناء فضل الله فاك. اسمع، قال والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى من السماء بحجارة، ولئن رجل يدنو إلى المحارم لجدير بأن يقاتل. تعرف شنو يدنو إلى المحارم؟ يعني أجل الله السامع يدنو إلى أخته، هاي المحارم منه الأخت والأم والعمة والخالة هذني المحارم والجدة، هذا يدنو يزيد، كان يدنو إلى المحارم يظهر. زين، بإجماع الفريقين شيعة وسنة، سنة وشيعة يذكرون أن عبد الله بن حنظلة بن عامر لا غبار لا عليه ولا على أبوه، ولا غبار لا على روايته ولا على رواية أبوه، لعد عليه من الطبلون ويزيد. وإجا بلشت معركة الحرة، معركة الحرة ذول الأدباء اللي كتبوا في قتل المشركين وشهداء المسلمين، أبو الأعلى المودودي كاتب باكستاني، ومحمد علي الغزالي كاتب مصري،
واحد قال اللي انكتلوا يعني 83 غزوة عند رسول الله اللي قتلى مشركين وشهداء مسلمين كلهم خسائر ضحايا حروب رسول الله 83 غزوة نهض عليهم الإسلام، واحد قال 1004 وواحد قال 1008، بس بمعركة الحرة يزيد قتل 10,000 في المدينة. شوف 10 أضعاف ضعف قتل المشركين وشهداء المسلمين، قتل 700 من كبار صحابة رسول الله، استبيحت الأعراض وانتهكت الحرمات حتى وصلت الدماء إلى قبر رسول الله. هذه أفعال يزيد على إيد أعور بن يمرة مسرف بن عقبة المري، إلى قبر رسول الله وصلت الدماء. أي نعم إلى قبر رسول الله. بعد أو أزيدكم قولة أهلنا من بعد معركة الحرة بسنتين، إذا تجي أنت أبو تريد تخطب بنية من أهل المدينة لابنك، أبو البنية يدنك قبالك يقول لك عمي أنا راح أنطيك بنتي بس أنا ما أدري، اللهم نستر الله أن يستر على أعراضنا وعلى أمة محمد، يقول له والله أنا راح أعطيك بنتي بس أنا ما أدري بنتي بعدها بنية لو لا مو بنية، لأنه جيش يزيد منطب ما خلى. تدري إحصائية تاريخية تقول ورا سنة واحدة أكثر من 2000 ولد زنا ولدوا، كانوا هي خير وشر، ابن الزنا لازم يجي بالدنيا حتى يعمر كفة الشر، وأهل الخير إن شاء الله أنتوا. التاريخ أعاد نفسه، شفتوا الجاحش بالموصل إيش سوى؟ هسه كم ابن خلينا نسميه مثل الروسيين، الروسيين قالوا ذولا لا تقولون عنهم أبناء حرام سموهم أولاد الشعب، نسميهم أولاد الشعب، كم ابن شعب حتى ما نجرح كرامته يعني ما نبتين إنسانيته، كم ابن شعب عندهم قالوا تذل الروسيين. هذا ذولا في كل زمان حسين وفي كل زمان يزيد يا حبيبي يا نور عيني، هي هاي الدنيا هالشكل مقادير، كفت حق كفت باطل كفت خير كفت شر، لازم يصير هيك. وبعدين الاذن الضوء الاخضر قال لمسرف بن عقبان المري روح افعل بالمدينه ما تشاء الك ايدك. الاخلاء يومئذ، شوف هاي الخله بها خله دنيويه وبها خله اخرويه، بس انا ارجع لمقدمه البحث بس هنا اجيت تحتاج شاهد. عبد الله ابن عمر منه صديقه مروان بن الحكم. شوفوا جماعة الخير اكو مقارنات تصير تاخذها من التاريخ بس تقارنها على واقعك العام على حياتك العامة راح تلقي الناتج موجود. يعني اليوم بدأت المسيرة او بدأ الزحف نحو قبلة الاحرار نحو سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين، بدأ هذا الزحف المليوني، وما شاء الله البصرة مع عزيب الله يوفقهم فتحين هالصواوين ومفتحين البيوت ومفتحين جاي يعزمون زوار ابا عبد الله، وباشر ترفع الرايه في راس البيشه اللي هي اول نقطه عندنا هنا بالفاو، ويبدا اذن للمؤمنين ان يتوجهون نحو قبله الاحرار ابي عبد الله الحسين. شوف بهذا الطريق الحسين طريق انسانيه هواي باهداف، واحده من ذني الاهداف انه انت يصير عندك خليل بالطريق، مرات يصير عندك عشره عمر وياه يصير عندك اعز من اخوك، وممكن هذا خليل الطريق صديقك يصير مواقف يتنصل عنها القريب والخليل والصديق بس هو يوقف وياك. هاي ليش؟ لأنه عرفت آخرة، أنت تعرفت على هذا بطريق الحسين، طريق الحسين طريق دنيا لا طريق آخرة، صير علاقة قوية، صير أواصر محبة، صير روابط مشتركة. أحد أهم تلك الروابط المشتركة هي خدمة سيد الشهداء صلوات الله عليه. بينما يروح واحد من الشباب مثلا مع احترامي لهالورود اللي قاعدين بهالبستان الحسيني، يروح واحد من الشباب يدخل بقهوة يتعرف له على واحد، هذا ساعة الساعة يوقف بساعة الشدة؟ لا، مو هذا رفيج قهوة رفيج دنيا ما يوقف، بس رفيج الزيارة ورفيج الدرب يوقف. هاي المقارنة جيبها للتاريخ المعركة الحرة اللي وعدناكم بها البارحة واليوم احنا حكيناها، مروان بن الحكم صديق عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن خليفة ومروان صديقه. من دخل الكتاب من يزيد إلى مسرف بن عقبة المري قال له أنت تروح إلك المدينة حلال عليك افعل ما تشاء، بس بيتين مكان يلا توصلهن، لا بيت الحسين ابن علي بيت زين العابدين باعتبارنا احنا استوى مسوين بهم كارثة وطالعين، لا بيت الحسين ابن علي
ولا بيت عبد الله ابن عمر، لأنه هذا ابن عمر ابن الخطاب ابن خليفة لا تمر به احتراما للأبو. مروان ابن الحكم ما مستثنى من القاعدة، عدل ولا لا؟ مروان قرأ الكتاب افتهم الكتاب وصل الخبر زين، هو يعتبر نفسه رصيد اجتماعي، يعتبر نفسه مساهم بالسلطة، يعتبر نفسه ما تنضاف عليه علامة استفهام، مفروض شيك حاله، مفروض رتب أمره. يجي دق الباب على عبد الله بن عمر، قال له سنين أنا وياك أصدقاء، هي رفجة القهاوي. عبد الله بن عمر رجل علي بن أبي طالب، قال له أنا ما أبايعك، هات لي سيفا يفرق بين الإيمان والشرك، أبد ما أبايعك. ليش؟ لأنه أنت قتلت شيبة وعتبة والوليد وإلى آخره، وياك يعني أسئلة استفهامية استنكارية بالتاريخ، هذا تاريخنا يريد فلتر أخواني. قال له ما بايعك. تعرفون هذا اللي ممتعظ من بيعة علي بن أبي طالب، عبد الله بن عمر بايع من؟ بايع الحجاج بن يوسف. عاف بيعة علي بن أبي طالب راح بايع الحجاج بن يوسف. تدرون شلون بايعه؟ يقول لما دخل كان بيد الحجاج قرطاسا جاي يقرأ، وهذا طب يريد يبايعه، فقال له سيدي أنا مديت إيدي أريد بايعك. قال له والله إيدي مشغولة بالقرطاس، هاك هاي رجلي بايعني عليها. هي هاي الأمة، هي هاي الأمة بذاتك. ناس اللي يحملوا لها غصن الزيتون يعاملوهم بحار، رقعت بمدرعتي حتى استحيت من راقعها، ما يفيدهم. يفيدهم ذاك اللي بنى الخضراء، معاوية بنى الخضراء على أكتاف المسلمين، كلفت بيت مال المسلمين على حد تعبير بعض المؤرخين حمل 18,000 بعير فضة وذهب، والناس كانت تلجو. والتاريخ عاد نفسه، جاك ابن معاوية هدام، وشفتوا إلى الآن آثاره موجودة وقصوره والعرباين الذهب والأسلحة الذهب والأموال، والناس كانت تطحن النوى مال التمر وتأكل طحين وتأكل. هي هاي الدنيا، قدرنا خصوصا إحنا قدرنا هالشكل. مهم أرجع لموضوعي. فإجى مروان دق باب عبد الله بن عمر، مو أنا صديقك مو أنا رفيجك مو إحنا ربو يعمل. عبد الله بن عمر لا رصديجي ولا رفيجي ولا ربع، أنا بيتي صغير وجيش يزيد جاي، وأنا مالي خلق لا تفتح لي الجبهة ويا الدولة، وما عندي كيف. يوم عود توسل بي وقف على الباب وأنا ابن خليفة، ما خلى طريق ما دق، ما خلى باب ما فتحها أبدا. قال له روح ماكو، ما أقدر أستقبلك. طلع من عبد الله بن عمر وين راح؟ هسه هو صلف عين وكحنا، وأنا حكيت لكم مواقف مروان البارحة، هو الذي رمى سهم في نعش الإمام الحسن، هو الذي ضرب فاطمة على وجهها سلام الله عليها، هو الذي تلاقف رأس الحسين واستهان به وقال يا حبذا بردك باليدين، مع هذا ما عد منفذ. اجى دق الباب على الإمام زين العابدين، استقبله الإمام، استبيحت الأعراض، 40 نفر وياه، وانتهكت الحرمات، وقتل من قتل، وشرد من شرد، واغتصب من اغتصب في المدينة، ومروان العدو وين قاعد؟ في بيت الإمام زين العابدين. شوفوا هاي النفوس الكبيرة رجعت صفات أهل الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل، غل ماكو على أعدائهم، ما يحقدون، ما عندهم حقد. الرسالة إلي وإلك أن تسود بيننا لغة المحبة كي يشملنا عطف الباري عز وجل. الدولة الأموية انتهت سقطت، بدت الدولة العباسية، أول واحد أبو العباس السفاح، اجى من بعد المنصور الدوانيقي. المنصور كان شحيحا بخيلا، التاريخ يقول عنه أنه كان يلملم الدانق، ولهذا سموه الدوانيقي، حتى الدانق اللي هو بقيمة الدرهم كان يلملمه من الأرض. بطون جائعة ثم شبعت. المهم أكو واحد من الذرية الأموية باقي من السلالة الحاكمة اسمه محمد ابن هشام ابن عبد الملك. محمد ابن هشام، هشام أو الوليد، هذولا مختلف عنهم بالتاريخ، واحد يقولون هذا واحد يقولون هذا، بس هم كلاهما من مكان واحد، هم اللي اغتالوا الإمام زين العابدين، هم اللي سموا الإمام السجاد سلام الله عليه. يعني محمد ابن هشام عدة خاتم مميز من خزانة الدولة الأموية محتفظ به، أيام الفاقة أيام الفقر أيام العوز يطلع هذا المحبس يروح يبيع على المفروض. طلع محمد بن هشام بن عبد الملك، اجل في موسم حج
موسم الحج كان يجي أطياف، تجي ناس رغابة يستخدمون مو بس العبادة قبل العرب، حتى للتجارة. اجى عرض هذا الخاتم جاب فت كذا دينار، فجأة وإذا تفاجئ بموكب مهيب قد أقبل باوع من بعيد، شافه هذا موكب المنصور الدوانيقي. هو بين بين نفسه قال أنا هسه إذا أبيع عن الحاجة بدينار برا، هذا خليفة أخو عطاء الخليفة أكيد أن يختلف، ما جاي بفلوس من أموال أمة، بيت المال مفتوح له، فخليني أجي أعرض هذا الخاتم على الخليفة علني أصيب به أكثر مما أنا أريد أن أرغم به، شوف أن يمكن أكثر أحصل. يقول طب المنصور وحطوا له عريش، قعد على هذا العريش. اجى محمد ابن هشام ابن عبد الملك جاب المحبس، قال له سيدي أريد أن أبتع هذا، أبيعه تشتري؟ المنصور قد ما عنده بخل بس ما أدري لله في خلقه شؤون، الله منطيه إمكانية للحفظ بحيث تاريخ يحجون عنه يقولون كانت طوال القصائد إذا تقرأ أمامه مرة واحدة يحفظها، وبعض قصائد مرتين يحفظها، هالشكل يعني عنده ذاكرة أبدا. رام 16 جيجا كارثة مشعول الصفحة، يعني غير شكل فتشي، يعني ذاكرة عجيبة عنيفة عنده، بحيث هذول العرب كانوا قبل مو مثل هسه يكتبون قصيدة 10 بيات و20 بيت، لا هذول يكتبون 100 بيت ويكتبون 150 بيت يكتبون أكثر، هذا فرد شيء يستنسخ جهاز أنا حاطه براسه. فمن إجا هذا الخاتم باوع عليه المنصور يتذكر هو شايف هيك خاتم سابقا، بس وين؟ قال له أمهلني، أوقف لي شوي، بقى يفكر يفكر يرجع ذاكرته، تذكر أنه مثل هيك خاتم هو شايفه لما احتلوا قصور الدولة الأموية، الخزائن النفيسة مال الخلفاء الأمويين بها هالنوع من الخواتيم، غير مكان بالسوق ماكو. فأول ما قال له من أين جئت بهذا، وشوي فتح عيونه عليه نظرة قوية، فتح عيونه شكل خزارة، قولته أنه هذا من شاف المنصور استشاط غيظا، محمد ابن هشام ضرب براسه أنه هذا الرجل أحس أنه الخاتم أموي وهو عباسي وبس يعرف هويتي أنذبح. إجت وجبة من الحجيج يطوفون، هو دخل بنصهم وغاص في أوساط الكعبة، طب ويا الناس تيه نفسه وخلى المحبس يولي، تيه نفسه ويا الناس. هذا هم صاح قائد الشرطة قال له طوقوا الكعبة، هذا الشاب اللي كان يمي شفته، قال نعم طوقوا، لا حد يدخل لا حد يخرج إلا ينعرض عليك وتشوفه وتجيب لي هذا الشاب ضروري. قامت شرطة المنصور تدور، بهالأثناء دخل ذلك الشاب المهيب عليه سماء الصالحين يمشي ويسبح الله ويقدسه، اجى هذا الشاب وصل وين؟ يم الحجر، استلم الحجر فرأى ذلك الشاب الآخر جاث على ركبتيه مطرق برأسه إلى الأرض يرتجف خايف. تعال شبيك؟ قال له خايف. قال له منين خايف؟ قال له أولي الأمان؟ قال لك الأمان. قال له خايف من المنصور. قال له ليش؟ قال له بحث طويل عريض بس هذا يريد يذبحني. التفت له قال له بسيطة، أنا راح أربطك بحبل بس تسمح لي تبرين الذمة. شوف الأخلاق، أنا جاي أخلص رقبتك قال له تبرين الذمة. إخواني وإنما الأمم الأخلاق، إحنا مجتمعنا هو ليش الشكل صارت بين الحالة، واحدة من أسباب تدهور مجتمعنا الأخلاق، أزمة أخلاق تعيش الناس بعض منها للأسف، أزمة أخلاق. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فهنهم ذهبت، أخلاقهم ذهبوا راحوا، أخلاق الريد. قال لي أنا راح أشتفك شوي وأطلعك برا بس تسمح لي شوي، راح أعتعتك أحشي عليك أصيح عليك. قال لي عمي بس خلصني من هالضيم، شنو تريد تسوي سوي. جاب تعال ربط بالحبل وجاب يسحب بي، وصل إلى شو نسميها السيطرة، السيطرة مال المنصور الشرطة، كله لو إن ما أخذ هذا شنو تريد؟ قال لهم هذا لي عليه دين، وامتنع عن إعطائي ديني وغيب وجهه عني، وأني ما أخذ أريدا اليوم لو يعطيني فلوسي لو أقتله. قال له لا زين
اندز وياك شرطة يحرسوك تحتاجنا؟ قالهم لا. طلع هذا الرجل من أشراف القوم، من علية القوم، يظهر ما ينعصي له أمر. أخذاه وطلع بيه قالهم لا أنا ما أحتاج، أنا أكفي كافي ما أحتاج أحد. أخذ طلع بيه إلى أطراف المدينة، قال له اجعلني في حل منك، يعني برين الذمة. فالاشتافاته قال له يلا الله وياك. قال له أوقف، الله وياك شنو؟ الشرطة يتوسلوا لك يقول لك خندز وياك حمايات، أنت ما تقبل، أنت منو؟ شنو هذا المعروف اللي أبديته إلي؟ أنت خلصتني من الموت، أنا دين برقبتي إلك هسه الآن، أنا مدين لك بحياتي، أنت من؟ قال له نحن قوم لا نقدم شيء للبشر، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، احنا شغلنا لله، فانت مو ضروري تعرفني، ليش تلوث عملي برياء؟ مو ضروري تعرف انا منو، انا اقول لك روح، انا سويت لك الله. قال له لا انا ما اقبل، اريد الا اعرف، الح عليه. التفت للرجل قال له انت منو اولا؟ قال له انا محمد ابن هشام ابن عبد الملك. قال له تدري انا منو؟ قال له نعم. قال له أنا محمد ابن زيد ابن علي ابن الحسين، أنت أبوك هو اللي ذبح أبوي. شوفوا النفوس الكبيرة وين تسمو أحبة الكرام، شوفوا النفوس الراقية، شوفوا شوفوا شوف شون ينصهرون بالأخلاق أهل البيت، شوفوا شون يربونا. عدوه أبو ذبح أبوه، أبوك ذبح أبوي، أبوك قتل أبوي، أبوك صنع ما صنع بينا، أبوك خلى أبوي تحت الإقامة الجبرية، وأنا أقول لك روح. هاي النفوس الكبيرة. شوفوا حتى يوم عاشوراء أرباب المقاتل كلهم يذكرون لما وقف الحسين بين الجيشين وقال علامة تقاتلوني، على سنة بدلتها، على شريعة غيرتها؟ قال له لا على هاي ولا على ذيك، احنا قاتلناك بغضا بأبيك. صار يوعظهم، صار يدعوهم إلى الله، الشيطان عشعش على قلوبهم بعد ما يندلون الله وين. تدري من رجع من عدهم الإمام الحسين سلام الله عليه يقول عن التاريخ، يقول رجع وله دمعة كاللؤلؤ تنحدر على خديه. لمن صار قبال زينب، زينب من باوعت عليه، يعني هاي المرأة أنا حقيقة تحيرني، يعني من أوقف يم زينب وأشوف مواقف زينب ما أدري شنو هالطاقة، شنو هالعقلية، شنو هالصبر، شنو هالنموذج المشرف لنساء الكون، مو فقط لنساء المسلم. تقول له خويا المفروض واليها جايبك، يعني المفروض تنهار. تقول له أوجلت يا ابن أم؟ ممكنك أحسك خفت أبو علي. قال على رسلك زينب، لا يذهبن بحلمك الشيطان وأنا ابن أبيك. إحنا الخوف ما يدخل بقلوبنا، ولكنني أبكيهم هم لأنهم سيدخلون النار بسببي. يا أبا عبد الله تعال عاد شئتك شبيهم، شبيهم شيعتك قاضيها ألاحن، شبيهم قاضيها بغضاء، شبيهم قاضيها غيبة، شبيهم البعض منهم عايش على نميمة، شبيهم البعض منهم عايش على حسد. تعالوا خلنا نتعلم من إمامنا هذا شهر الحسين، احنا مو نجي بس نذرف الدمع ونطلع. نعم الدمع إن شاء الله قطرة من قطرات البكاء على أبي عبد الله، تطفئ غضب الرحمن، تطفئ جهنم، ما عدي ما مختلف أنا وياك، بس بالتالي شنو المحصلة الأخلاقية اللي طلعنا بيها؟ وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. اليوم صار لنا 28 يوم المنابر تصيح والفضائيات والحسينيات، شنو اللي حصلناه؟ أجي اليوم بيني بين نفسي، تعال هذا عملك شنو؟ أنت قعدت وسمعت صور يوم عاشوراء، مو الحسين مدرسة، عبرة قبل لا يصير عبرة، قبل لا يصير عبرة. تعال خلي أشوف نفسي، أنا متغافل عن صلاتي، أنا مستخف بصلاتي، وإجيت سمعت الخطيب هذا اللي ما قاري منكم التاريخ، وأنتوا أكثركم إن شاء الله مثقفين وتقرؤون التاريخ، اللي نفترض ما قارئ التاريخ، سمعت الخطيب قال الإمام الحسين بين صكصكة اللجم وصهيل السيوف وصهيل الخيل وصليل السيوف وهميم الرجال والأيدي والرؤوس تتطاير، ويجي واحد يقول له سيدي هاي وقت صلاة الظهر، قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين.
أجي أنا أشوف علاقتي بالله صحيحة، مصلي ما مصلي، مستخف ما مستخف، صلاتي صح خطأ، بنص الموت إمامي الحسين جاي يصلي، إذن الحسين شهيد صلاة شهيد دين. زين، هذا المبدأ اللي أعلنه الحسين نصرة لدين الله وشريعة جده رسول الله، هذا المبدأ اللي أعلن الحسين الداير مداير. أنا صرت واحد من عدهم من إجيت قعدت بالحسينية، لو ما صرت واحد من عدهم بالله خلي أشوفهم. واحد من عدهم يوم عاشوراء كان واقف بجيش الحسين، أرباب المقاتل يقولون أول ما ضحك وجه الصبح أجو عمر بن سعد وضع السهم في كبد القوس رمى صاح اشهدوا لي عند الأمير، حافظيه أنني أول من رمى راحهم عسكر الحسين. يقول أول ما بلشت السهام تترى كشآبيب المطر حتى شكت أزر النساء، واحد من المقاتلين اللي واقفين في جيش الإمام الحسين أصابته نبلة في فخذه، اجت نبلة برجلة صارت. هذا اجل الإمام الحسين قال له أبا عبد الله، قال له نعم، قال له أقول لك أني نبلة اجت برجلي ما تحملت حرارتها، شلون راح أقدر أطب أقطع بالسيوف؟ تسمح لي أروح؟ أنت راني ما أقدر أتحمل ألم، أنا قلبي رجيج. الإمام الحسين قال له راحتك تروح روح، مو دازين عليك أنا، روح الله وياك. هلا حسن عاقبة وسوء عاقبة، شلون حكيت لكم أمس مثل مجلس الحسين، حسن عاقبة أنت قاعد هنا في مجلس، سوء عاقبة الواد ملتهي بالقهاوي، مو قضية يعني نفس الموضوع. قال له أنا ما داز عليك، أنا ما عندي، أنا ما جابرك على شيء، تروح الله وياك. روح أروح؟ نعم روح الله وياك. راح لا دنيا ولا آخر، لأنه لعن الله من سمع واعيتنا ولم ينصرنا. وتجي تلقي واحد يوقف قباله يقول له سيدي أبا عبد الله فرسي بألف وسيفي بألف، لن أتركك حتى يكلا عن جري وفري. وتجي تلقي واحد صورة أيضا يقول له سيدي لو قتلت وأحرقت وقطعت ثم ذريت ويفعل بهذا 77 مرة ما تركتك يا ابن الزهراء. كيف وإذا هي قتلة واحدة وميتة واحدة؟ خلنا نجي نتحاسب أنا وياكم اليوم، عملي من الصبح لسه أو خلال شهر رمضان، شهر محرم عفوا، خلال شهر محرم، أيام شهر محرم، اليوم من الصبح لسه أحاسب نفسي أنا عملي اللي سويته اليوم وراء من يوقفني؟ يوقفني يمكن مسوي عمل خير يفرح المعصوم لأنني من شيعته، لأنه يفرحون أهل البيت إذا إحنا نسوي عمل زين، إذا مثل ما نسوي عمل شين أهل البيت انكسر خاطرهم يستحون من الله لأننا شيعتهم، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. المهم مسوي عمل زين يوقفني وراء هذا القيل لو قطعت وأحرقت، لا شوية أخف عملي مثل هذا القال فرسي بألف وسيفي بألف، لو لا أخاف عملي خرط ولأني واقف وراء هذا لكلا لسهم ولا لو لا أكو دون الحضيض بعد، أنا ظالم للناس صرت، أنا ظلمت، أنا أذيت، أنا أذنبت، شنو صار عملي إذا أذنبت وأذيت؟ صار عملي وقفني وراء هذا اللي صاح حرقوا بيوت الظالمين. هنا أنا الحساب، اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل، فخلونا أخواني نتوجه لله بأهل البيت، خلنا نستثمر هذه الأيام هذه اللحظات. وداعتكم ومن تعلق بآل البيت نجا، وخصوصا سفينة الحسين، مو كلنا سفن النجاة، مثل يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وسفينة جدي الحسين أوسع وبعد أحسنته وأسرع. الليلة وين وديك؟ والله هي باب حوائج حقيقة، هي أنا حكيت سابقا هاي المرأة ما صارت باب حوائج قبل كل شيء، لأنها خدمت المعصومون وتقربت بخدمتهم إلى الله، خدمة المعصومين تقربت بخدمتهم إلى الله، الله سبحانه وتعالى عوضها، الله نطاها. هاي المرأة الحرة أم البنين أم العباس وإخوته. هذا يقول عبد الله ابن سنان أنا آخر واحد حملت كتاب من أهل المدينة، وين جايبه؟ من أهل الكوفة جايبة للمدينة، بيها اخضر الجناب وأينعت الثمار نقدم إلينا على جنود لك مجندة. الإمام الحسين يقول كان ذاك الوقت يتجهز يريد يطلع من المدينة، قال لي انظرنا ثلاثا، انطينا 3 أيام ورجع لك الجواب. يقول أنا انطيت المهلة 3 أيام، ورا 3 أيام اجيت لقيت قطار من الإبل واقف،
هذا قطار طويل وعليه هوادج وعليه محامل. يقول قلت إذن تجهز الحسين للمغادرة إلى الكوفة، لبى نداء أهل الكوفة الظاهر. يقول بعدني أنا واقف وإذا بامرأة متجلبة بجلباب السواد يقتادها وياها، يقودها شاب كالبدر ليلة تمامه. طلعوا قلت من هذول؟ قالوا هذا القاسم بن الحسن. شون شاب حلو وهاي أمه. يقول اجي أنا آخر راحلة وأركب أمه. بعد طلع ذاك القمر هم كالبدر ليلة تمام، منه هذا شبيه رسول الله هذه أمه ليلى. يقول تطالع الهاشميون والهاشميات، الحسين قاعد على كرسي داير مدايرة الأمصار، بعض من عندهم ذول الأبطال من بني هاشم والعائلة الكريمة، المخدرات جاي طلعا. يقول امتلأت الرواحل، بعدين صح أيها الناس طأطؤوا هاماتكم، دنقوا دنقوا روسكم، غضوا أبصاركم. شنو الخبر؟ يقول خرج رجل إذا لاح على الجواد على الفرس المطهم رجلاه يخطان الأرض منها خطا، ويقتاد امرأة إلى جنبه. عرفتوهم؟ فتطالعت أقمار من عمر العلا تزهو، وهبت للجهاد نجوم، ويقودها قمر العشيرة للهدى، وعلى جيوش الشرك راح يحوم. عباس في وجه الظلال وباسم لذوي الكمال وللطغاة خصيم. هذا منه؟ هذا قمر العشيرة، هاي أخته. يقول إجا، يقول ثنا نعم لها ركبته وضع على شكل صحة زينب. بعدين هنا طلعت هاي الطفلة اللي كسرت الخاطر، شلبت بأبوها، رضاها الإمام الحسين. يقول بعد بالتالي الإمام الحسين أذن الرواحل أن تتحرك، صارت الرواحل تتحرك. الإمام الحسين يشيك الرواحل، راحل راحل، المحامل محمل محمل، العباس يقتاد الرواحل. أول واحد العباس واقف. يقول العباس شوي يدير وجهه الأخير الضعينة، ينخطف لونه. زينب عينها بعين العباس، قالت له أبا الفضل، هي زينب هم أخت، هي زينب هم أم، هي زينب هم مربية، كلهن جامعتهن على العباس. قالت له أخي أبا الفضل، قال بلى نور عيني. قالت له أنا أشوف حالك تغير، وجهك قد تغير، أو أصابك وجل على أخيك الحسين؟ قالها سيدي الحسين، لا ما عندي يم شيء. قالت له عاد شبيك عينك كل سادير الأخير؟ قالها زينب لو رأيتي ما رأيت لصنعتي أكثر مما صنعت. قالت له جاي يشوف؟ قالها جاي يشوف أمي، أم البنين على الباب تقوم وتقع، تقوم وتقع وتنادي بني عباس، ولدي عباس إياك أن تقصر عن نصرة أخيك الحسين. هذا تاج راسك، هذا نور عينك أبو فاضل، دير بالك على خيك. ولدي عباس إياك أن تقصر عن نصرة أخيك. يقول ركضت شوية، عثرت، سقطت من وقعة الحسين، شافها هاي أم الحسين حبيبة الحسين. يقول لما رأى أم البنين قد عثرت وسقطت على الباب، الحسين رجع مسرعا من على ظهر جواده هوى، نزل نزل. يما اشطلعت، يما احنا سفرنا ان شاء الله مو طويل، يما احنا راجعين. قلت له كان بهالسفر عندك علوم البين، رايح ما ترد على الوطن يا حسين، رايح ما يا ترد على الوطن يا حسين، شنه ظلت خلافك يا نور العين، يا نور العين. وشل بطول عمره اللي يفقد احبابه. يما حسين انت رايح اقدر اسولف لك؟ قال يما احشي، حدثي، قد طاب وقت الحديث. قلت له انا طلبت من الله وترجيت، وين الله علي اختارني البيت، وين الله وعلي اختارني البيت، وطبا خياد مول البيت طبت. يا بيت، بيت التسجد الأملاك بعتابه،
أنا أحلى سنين عمري وأجمل أيامه يوم جيتكم للبيت خدامه، يوم جيتكم للبيت خدامه، يا وين الله وأظل الرافع الهامه، وحاشر باي ولدي تضيعت عابه، تقل لحاشا يضيع تعبي من حليب ابني، وابن البخل روح عليك موش ابني. تقل للعباس ها انت مولدي اذا قصرت عنا خيك، يا بحاشا يضيع تعبي من حليب ابني وابن البخل روح عليك موش ابني. انا بعباس ادري ما يخيبني، ولو فقد الولد فقد الولد ها، ولو فقد الولد مو هين صوابه، راحوا يم البنين ومرت الايام ورجع ابن حذلم ناعيا، يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار. من سمعت ايش قالت ام البنين، قلت له قليت قليت قليبي ميت، قلت بل جن ترد سائل من الاوطان للاوطان للاوطان، وقول بيك جرح الاربعان، اقول بيك يا ابني جرح الاربع هان هان، لو الندر بحلي بها الوفا جان جان، بعد ربيت لك يا حسين، انتو حافظين انتو حافظين، اي بعد ربيت لك يا حسين يا حسين خيا، انا بدر الوفا ولادي ارضعتهم، يا ابو اليم على حبك ولعتهم، ولجل عينك على الزهرة بعتهم، لجل عينك على الزهرة بعتهم، يا قالوا لي قالوا لي المواض قطعتهم، قالوا لي المواض قطعتهم، قلت فدوى يروحون لاختهم، قلت فدوى يروحون لاختهم، يكفيني فخر زينب نعتهم. هذا ابيات ابيات ها ابيات، واسالكم الدعاء. هنا زينب دخلت الدار وام البنين قالت وين الرواحل، بشر بن حذلم قالها ما ظلت رواحل ذنيك راح لبيوتهن، زينب على باب الدار تصيح يا دارهم وجنتي مضية، يا دارهم جنت مضية وجانت قنادي لجزية، بعباس النفل وحسين خي. لما جاءت ام البنين دخلت الدار صارت زينب قبالها، زينب صاحت ايوا اخاه وعباس، ام البنين صاحت ايوا ولداه وحسينا، اجت شبقت زينب سقطتا الى الارض، قلت لها تدرين تدرين والله كان كان ودي غير الاربع اولاد عندي، تدرين تقلها لام البنين، تدرين والله كان ودي غير الاربع اولاد أولاد عندي عندي، أنا تمنيتهم سبعين ولدي،
لجل عينك يا ابو السجاد لفدي مثل ذاك القمر ونجوم سعدي. زينب قلت لها يا ام البنين تدرين شجابك شجابيني بالعزة هي نفسك مله. قلت لها من الناس من الناس شقول اللي يناشدني من الناس. اي والله بخوش حسين وين وين زينب قالت كلمة ين شافني فوق الهزل قال شلون هضيبها يسمع ايش قالت كلمة شافني فوق الهزل